طيب شيخنا، كذلك بعض الناس يسأل عن حفظ المتون الفقهية، مثل دليل الطالب مثلا أو زاد الزاد أو غيره من المتون، فهل تنصحون في هذا الأمر أيضا في المقابل من يزهد في هذه القضية؟ والله في أولويات في الحفظ، يعني لا بأس إن الإنسان يحفظ الدليل أو يحفظ الزاد أو أي يعني متن في الفقه، لكن أنا مثل ما قلت قبل قليل نفضل أن يكون الحفظ للنصوص الكتاب والسنة، وإذا أراد يعني عنده يعني تمكن من الحفظ وكذا يحفظ الألفية في النحو، يحفظ مثلا الألفية في المصطلح، يحفظ البرهانية أو الرحبية، يحفظ يعني إذا يبي سلم الوصول مثلا، مع أن أنا أتصور أن ما في تلك الحاجة لحفظه، ولكن الحفظ في المصطلح والفرائض والنحو أنا أتصور هذا أهم من الحفظ في الفقه، ويكفيه فهمه الفقه واستحضار المسائل، يكفيه هذا إن شاء الله تعالى، خاصة أن أبواب الفقه كثيرة جدا يعني، فإذا أراد إنسان يحفظ يعني يأخذ منه وقتا كثيرا يعني، الله المستعان.